نروح مع حضراتكم نصبح على منا وكمان تقول لنا اخر اخبار الطقس وايضا اخبار المرور والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا هدي. صباح الخير يا شاذ. تعالوا مع بعض ناخد جولتنا ونبتدي مع بعض على طول نستعرض مشاهدينا احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. نبتدي جولتنا من القاهرة ومن كوبري 15 مايو. احنا شايفين سيولة مرورية نسبية. الكورنيش لو بصينا عليه هنلاقي كثافات مرورية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، وكمان في بعض الكثافات اللي هيكمل معانا لطريق المعادي وحلوان. لو بصينا على طريق الاوتوستراد للاتجاه اللي جاي من مناطق التبين وفي اتجاه المعادي هنعرف ان ده مغلق وفي تحويل لحركة المرور للاتجاه الاخر. خلينا بقى نبص مع بعض على كوبري اكتوبر ومناطق الاسعاف ورمسيس. هنشوف مع بعض كثافه مروريه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه. المتجه بقى لشارع بورسعيد وللشرابيه وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والاميريه والعكس هيلاقي كثافات عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي. باختصار هنقول ان الكثافات المروريه النهارده في القاهره بسيطه، لكن بعدها ممكن يكون بيزيد مع الذروه الصباحيه وده المعتاد في مثل هذا التوقيت. نستكمل مع بعض جولتنا في شوارع الجيزة. هنلاقي مع بعض في كثافات بسيطة على طريق المحور اللي جاي من ميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق. المتجه بقى لأكتوبر هيلاقي سيولة مرورية، أما محور صفت اللبن بيشهد بعض الكثافات المرورية. لو بصينا بقى في اتجاه شارع الهرم هنلاقي طبعا في كثافات بسيطة ابتدت تظهر خصوصا في مناطق مشعل، وكمان بتظهر كثافات مرورية متحركة عند ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. نروح بقى لمحافظة الإسماعيلية، واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي خلينا نشوف طريقه عامل ازاي. هنلاقي سيولة مرورية كبيرة هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة. اللي هيبص أو هيتجه للطريق الزراعي هيلاقي ترعة الإسماعيلية، الطريق فيها كويس جدا لكن بتكون في بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق الزراعي. لو بصينا على شوارع المدينة من جوه هنلاقي سيولة مرورية كبيرة خصوصا عند الطريق الدائري اللي بيلف حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم. كل ده هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة، بعض الكثافات المتحركة بس اللي مش هتأثر على حركة الطريق هنلاقيها في بعض الأماكن. خلينا نبص على المتجه لبور سعيد، هنلاقي سيولة مرورية تامة في طريق الإسماعيلية بور سعيد. من منطقة القناة خلينا نروح لجنوب الصعيد ونكمل مع محافظة سوهاج. هنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج والطريق ليها طبعا هنلاقي فيه كثافات نسبية بسبب وصول القطارات في أوقات كثيرة. نمشي مع بعض ونشوف طريق عبد المنعم رياض، هنلاقي الطريق بيربط بين عدة طرق رئيسية وما فيهوش أي مشاكل وهنلاقي فيه سيولة مرورية. بعض الكثافات هنلاقيها عند نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة هتلاقيها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. لو بصينا بقى على طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشاكل. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، 19 جنيه و17 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 36 قرش للشراء، 19 جنيه 44 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 98 قرش للشراء، 23 جنيه و8 قروش للبيع. والفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه و7 قروش للشراء و20 جنيه و16 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 81 قرش للشراء، 2 جنيه 82 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و17 قرش للشراء، 62 جنيه و51 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و19 قرش للشراء و5 جنيه و22 قرش للبيع.
ونتحول من أسعار صرف العملات لأسعار الذهب ونشوف جرام الذهب مسجل معانا. عيار 18 بيسجل 926 جنيه، عيار 21 بيسجل 1080 جنيه، عيار 24 بيسجل 1234 جنيه، كلهم للجرام. أما الجنيه الذهب بيسجل 8640 جنيه. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيكون لسه فيه رطوبة عالية، وده طبعا هيزود الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل من درجتين لأربع درجات، عشان كده الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي كمان شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، والأقل هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.